عاجبك يعني تهديد شيكو ليا، ولا قسوة قلب لمياء حبيبتي عليا، ولا اخويا ميشو؟ اخويا ميشو اللي نفسي ومنى عيني ان يبقى كويس علشان ما يجيش البوليس ياخده من وسطنا واحنا واقفين نتفرج، ولا ابوك اللي بيتجوز ولا على باله اي حاجة؟ بس ولا يهمك، كل حاجة وليها حل. لمياء حبيبتك يا سيدي هتزعل لها شويتين وخلاص، واذا زاد الزعل حبتين نبقى اروح انا اصالحها واقرص لك ودنها. وبالنسبه لميشو بقى ما تقلقش، زي كل مره هيسالوه سؤالين ويسيبوه. طب وشيكو زفت مدريد ده؟ يا عم ده انا خايف اروح المدرسه لحسن الاقي صورتي متعلقه، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ما تخافش، انت لو علقه واجه. النهارده فرحي يا جدعان، انس عاوز كله يبقى تفاطين النهارده. واركب الحنطو واتحنطو. مالك يا بابا؟ واركب الحنطو واقعد قدام. مالك يا بابا؟ واتحطر حاجه والحاجه. بقول لكم ايه، دخلتي ليله الخميس والعروسه جايه بكره عشان تتعرف عليكم، عاوزكم بقى تنضفوا. كل واحد يخش الحمام يفضل يليف في نفسه قد يوم كامل، فاهمين؟ استعدوا يلا. هتجوز هتجوز واركب الحنطور. سنة سنة بركب الحنطور سيد واقعد سيد. قول لي وامشي. اس في ايه؟ قول لي شيكو مدريد ده اللي بيهدد فطين وعايز ال 30,000 جنيه بتوعه، هتعمل معاه ايه؟ انس ولا فطين؟ نعم. اقول لكم انتوا الاثنين، انا مش عاوز حد يخرجني عن الاحساس اللي انا فيه دلوقتي، فاهمين؟ يا بنت السلطان حلي على الغلبان، المايه في ايديكي وبصيد عطشان، سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك. حس واركب الحنطور واتحنطر هوبا. واركب هتجوز حلوه يا سعيد. صباح الخير يا باشا. صباح الخير، ايه الاخبار؟ زي ما سعادتك امرت يا باشا، واسد شويه ما نامش طول الليل. ما طلبش حاجه؟ بالعكس يا باشا، بس الواد ده غريب قوي يا باشا، برغم التعب الشديد اللي هو فيه والارهاق والاجهاد اللي انه متماسك وواثق من نفسه قوي. بس ما تقلقش يا باشا، اكيد هيسلم. طب هاتهولي. يا ميشو مش طمني عليك، عامل ايه؟ زي الفل يا باشا، خدمة 5 نجوم. لو تعترف يعني ولا تخليك معانا هنا كام يوم؟ والله انا بقول لو خليتني معاكوا هنا، اصل انا حبيت المكان هنا قوي. طيب ما دام حبيت المكان معانا، خدها شاويش بدوي، بس خلي المرة دي بقى الخدمة 7 نجوم. والله مش عارف اودي جمال حضرتك دي فين. سلام. فؤاد باشا متشكر. سميرة هانم زوجتي يوم الخميس. أنس الوجود يا سميرة هانم، أخويا الكبير. أنا أخوك مدير تصوير كبير، من كتر حبه في التصوير فتح استوديو عندنا هنا خصيصا علشان يصورنا إحنا. ما شاء الله مليونير، ثروته كلها مصر. أهلا. ده بقى ابني فطين.
عارفاه عديه ده عديه قبل ما ازهق. شايف يا عم قله الذوق مش قلتلك؟ معلش يا فاطمه استحمل. دول بقى رجالتي اللي ما اقدرش استغنى عنهم ابدا. بونبوني سكرتيري الخاص. ده ايوه موافقه عليه. اللي بعده ده بقى ستيشن مدير اعمالي ودماغي اللي بفكر بيها. انشانتي. نفس الدماغ عباره عن داهيه داهيه بتتحرك. شكلها مصلحه جامده قوي يا معلم. اسكت خالص ما تنطقش ولا كلمه. حاضر. ما تفكوا شويه. نايس دلوقتي ميشو توأم فاطين ابني. بس ده عنده صفقه في المانيا هيخلصها ويرجع على طول. اهلا وسهلا. اتفضلي يا سميره هاني. اتفضلوا يا رجاله عشان نحتفل بسميره هاني. سيكا قصدي سيد قبل ما نحتفل احب اسمع. ما حدش فينا بيغني. تحب غني لي كده؟ تحب اسمعي ايه يا حبيبتي؟ احب اسمع راي اخوك الكبير وابنك اللي ملوش لازمه ده في جوازنا وفي ارتباطنا ببعض. ما دول دول ما ما دول مش باين عليهم ولا ايه؟ دول مزقططين هيطيروا من الفرح يا حبيبتي. من فضلك يا سيد اسمعها من بقهم. اتفضل يا عمي. لا اتفضل انت يا فاطين ودي تيجي. لا لا حضرتك عمي لا ما يصحش. اتفضل. ما تخلص منك ليه؟ بزهق بسرعه. ونعمل اختيار. نعمل زوجه. احسنت الاختيار يا سيد يا اخويا يا اخويا الصغير. فعلا يا بابا لايقين على بعض خالص. ايه ده ايه ده ايه ده مش منها خالص. كده يا سيكا نقدر نتجوز وانا راضيه ومطمنه على جوازتنا. امتى يا حبيبتي؟ يوم الخميس ده انا مستنيه بفارغ الصبر. نفسي اشوفك وانت لابسه فستان الفرح بقى. يلا يا جماعه نقطع التورته. لا عنك انت يا بابا. حضرتك روح مع عروستك الحلوه. انا عنك انت. اتفضل. شفت يا ابني واخلاقه. انا هقطعها لك بالرقبه جز. اتفضلي يا حبيبتي على بالك. اتفضل. على الاقل مالك. بس عارفه فرح كان يجنن. مبسوطه يا سمورتي؟ ايه سمورتي دي؟ ايه في ايه؟ بدلعك يا حبيبتي. ده اسم بلدي موت. طيب يا حبيبتي هدور على حاجه فرنجة اقولها لك. اتفضلي. على مالك. على مالك. على الاقل مالك. يا ريتني كنت شلتك وانت داخله. لا مش عايزه اتشال. الفستان يتكسر. عندك حق. بقول لك ايه؟ انا ايه سرعتي في ايه؟ لا هتقلع قدامي. انا بتكسف. بتكسفي من ايه؟ ده انا جوزك. لا مش اول يوم. طيب اهدي اهدي. انا هخش اخد حمام على انت ما تجهزي وتغيري هدومك. ماشي؟ الجاكيت بس. ماشي؟ هتوحشيني. والله هتوحشيني شويه دول. بس دول المزاهر. يلا يا اهل البيت. ايه الاغنيه دي؟ ايه مالها؟ بلدي قوي. طب شوفي حاجه فرنجي. على عش الحب. ومالك بتحدف العش كده؟ حاضر. على عش الحب. على عش الحب يا حمام على عيش الحب. عم انس خطيبي. افتح يا عم انس. عم انس في ايه يا فاطين؟ مالك؟ الحقني شكو مدريد يا عم انس. ايه ماله؟ جاي عايز يخطفني تاني؟ لا ده بعت لي واحد من رجالته بيقول لي 8 الصبح لو الفلوس ما وصلتلوش 8 و5 بالظبط الصور كلها تتعلق في المدرسه. يا عمي انا خلاص مستقبل العلم والتدريس انتهى. طب والعمل ايه؟ ابوكوا بيتجوز
مخدو ما ظهرش. يعني انا استعد بقى للفضيحه، ومش بعيد صاحب المدرسه يرفدني، وساعتها بقى خلاص ضعت وابقى حرامي زي اخويا ميشو. ده لا يمكن يحصل ابدا وانا موجود. اطلع انت نام نام، وانا مش هرجع الا لو الموضوع ده اتحل. يا عمي هتعمل ايه دلوقتي؟ ده احنا دلوقتي بقينا بعد نص الليل، ده الغلب ده يا ربي. وما الصعصع على قوم منال اذا الاقدام كان لهم ركابا. لو عايزني اتوسل اليك اكتر من كده انا موافق، بس بلاش فطين. فطين ده اللي طلعت بيه من الدنيا. وبعدين المبلغ اللي انت طالبه اعتبره عندي مش عند فطيم، وانا اللي هسدده. يا راجل بقى كام فرخ بقى وقلة حي. انت عيلتك حاجة عشان تدفع 1000 جنيه. الله يسامحك. طب قول لي اخوك سيد الحاوي عنده فلوس ياما، ما تنط عنده وتشفط لك كام 1000 كده وتخلص الليلة من بدري. يعني اسرق؟ لا، لست هذا الرجل. خلاص يبقى مستقبل فطين في الضياع. حرام عليك، هتستفيد ايه من ضياع مستقبل فطين؟ ده فطين بيحبك، افتكر له الحاجات الكويسه اللي عملها معاك. ده كان بيديلك كتب وعلى راسهم كتاب علم النفس والجريمه. افتكر كان عايز يصلحك. ما تاخدوش بذنب غيره، ما تاخدوش بذنب ميشو. بس كفايه. يعني حرام تاخده بذنب ميشو. بس ليه؟ طب ميشو هو ايه؟ طيب ميشو. لا لا ميشو لا، خدوه من قدامي، خدوه. زهقانة زهقانة زهقانة. الله، سابرين رايحة فين؟ زهقانة من ايه بس؟ احنا معرفش، زهقانة، حاسة ان انا مش عارفة اخد نفسي، حاسة ان السقف قصير وطابع عليا، مش عارفة اتنفس. مش عارفة تنفسي؟ بقول لو حضنتك هتعملي ايه؟ الله، اجيب لك دكتور يا حبيبتي. بقول لك زهقانة، تقول لي اجيب لك دكتور؟ انت ايه يا اخي؟ مش حاسس بيا؟ يلا بينا نخرج من هنا، نروح اي مكان تاني. اخرج من هنا اعمل ايه؟ انا دي النهارده ليله دخلتنا، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ احنا عرسان جداد. ماليش دعوه، غير هدومك وتعالى وديني اي حته غير المكان ده، بقول لك السقف قصير. طب سميره حبيبتي راجعي نفسك بس، وليك عليا حفرفشك واروقك وهبطلك الزهق ده يجيلك خالص، ايه رايك؟ لا مش موافقه. جربي بس. لا مش موافقه. طب يلا غير هدومك. غير هدومك وديني حته تانية، انا عايزه امشي. استني يا سميره بس، ارجوكي. الناس في الاوتيل يقولوا عليا ايه؟ راجل خيبان لما يلاقوني نازل كده معاه. يا سميره طب الصبح اخرجي ايه؟ بقول لك ايه؟ لو ما غيرتش دمك دلوقتي وجيت معايا هنزل عروسه لوحدي في الاوتيل وهعرف الناس يتكلموا عليك كلام وحش. طيب طيب دقيقه واحده، اغير هدومي واجي معاكي. حاضر. لكن السماء ممطره وطريقك. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي، على الاقل من مهلك. ايه يا حبيبتي احسن دلوقتي؟ يعني حاسه نوعا ما نوعا ما ممكن ارتاح هنا. لا انت هنا هترتاحي خالص، ده احنا الليله دي هنقضي ليله من 1000 ليله وليله. ايوه كده، واحكي يا شهرزاد. لا مش هقول، لا مش هقول، لا بكره بكره. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الفرق اللي في وشي ده؟ معقوله؟ معقوله اول يوم في نوازي كده؟ معلش معقوله؟ معلش هتنرفز. لا لا اوعي تزهقي، اوعي تزهقي، تزهقي خالص. مش برادتي. انت عزبت؟ انت الزبت ده، شغل الليله عيد بسرعه. انت عزبت؟ انت الزبت، شغل الليله عيد بسرعه. مساء الخير يا بابا. حاضر. مساء الخير يا عروسه. خير ايه؟ طبتك سميرة كانت زهقانة بس الحمد لله راقت. الحمد لله. ايه ده؟ انت عايز تفهمني ان البيت ده كله كده بعرضه كله هيبات معانا هنا في الشقة الليلة دي؟ ايه حضرتك يعني كله بعرضه؟ يعني ايه نص هينام هنون يعني ونص هينام هنون يا عروسة يعني؟ ما توجهليش اسئلة انا ما اعرفش. يوه انا بزهق بسرعة. لا اعملي معروف ما تزهقيش. اسكت خالص، ما تردش عليها خالص. فاهم؟ اوعى تتكلم. ايوه ما تقلقيش يا حبيبتي. أيوة. عمو انس موجود. عم انس مش موجود. بابا اكيد حضرتك مش هتسمع كلامها وتخليني انزل دلوقتي، مش كده؟ بقى كده يا بابا تسمع كلامها؟ هو انت عليك الله يسامحك برضه. يا ترى انت فين يا عم انس؟
ليه الغلب ده يا ربي؟ منك لله يا سميرة يا بنت سمير، تفضلي زهقانة كده طول عمرك، ولما تفك عليكي تبقي مخنوقة، ولما تفك عليكي أكتر تبقي متضايقة، وتفضلي كده عايشة على طول يا زهقانة يا مخنوقة يا متضايقة. ووصل الشاطر سيد لحبيبته ست الحسن والجمال، وهم راحوا متجوزين بقى جوازة معتبرة، وعاشوا بتبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وتوتا توتا فرغت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ نوعا ما حلوة. طيب حبيبتي انتي مش الحمد لله رؤيتي يعني نوعا ما حسن بقيت كويسة؟ طيب الحمد لله. ما تغيري بقى الفستان ده عشان نلعب عريس وعروسة. والله فكرة. طب يلا بقى اطلع برا عشان اغير فستان براحتي، عشان انا بتكسم حد غريب. غريب ايه؟ ده انا جوزك يا صبورة، انت نسيتي ولا ايه؟ ما انا عارفة يا حبيبي، بس محتاج اخد عليك، اديني وقتي عشان اتعود عليك. ليه بتصربعني؟ ليه بتخليني اجري؟ بتجري تروحي فين؟ طب اديني وقتي عشان اعتاد عليك. حاضر يا حبيبي. وبعدين لو خليتني اجري كده ممكن ازهق. لا لا اوعي تزهقي لله. طب ما تزهقنيش عشان خاطر، اوعي تزهقي. طيب بس بسرعة عشان انا مستعجل شوية. حاضر. خلاص؟ انت اللي بتضيع وقتك. لا لا انا انت اللي بتضيع وقتك. حاخد اهو. عشان خاطر بص بصراحة. الوقت بيجري منك. لا خلاص وبيفرق. انا مشيت اهو. الليل قصير. انا خلاص خلاص. طيب خلاص. الله وانت لسه خرجت عشان خلاص. خلاص الله خلاص. انت اللي بتضيع في وقتك. خلاص لسه. خلاص لسه. منصمة قوي وبتتكسف. سميرة سمرمر سمرتي. انا هدخل بقى. ايه ده سميرة؟ افتح الباب يا سمير. ايه ده؟ يا نامت ولا ايه؟